الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وَ
آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين شاكرا لأنعم شاكرا لأنعم اجتباه وهداه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن ملة إبراهيم حنيفا
مكان أمة قانتا لله كان أمة قانتا لله حنيفا المشركين شاكرا لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة لمن الصالحين إن إبراهيم كان أمة شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين. ثم أوحينا إبراهيم حنيفا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا
عقبتم بي ولئن صبرتم لهو خير. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا ان شاء الله.
ولئن صبرتم لكم خير للصابرين ولئن صبرتم إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد أقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا صبرك إلا بالله ولا مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا يتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا ذرية من حملنا ما
السماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وفي من جميع المراكز خش على نايف المعراق يلا حكايه مالنا بالراحه يا شيخ احمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق.
ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن خلق الإنسان في عجل. دع الأمور تجري في أعزتها ولا تبتن إلا وأنت خالي الباب. فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. واعلم أن أعمالنا بين الرفض والقبول إلا الصلاة على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فيعطيك ربك فترضى. بسم الله والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
إليك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولن آخرة خير لك من الأولي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولن آخرة خير لك من الأولي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوي، ووجدك ضالا فهدي، ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا عادل.
العسر يسرا إنما العسر يسرا يسرا فإن مع العسر يسرا بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. من آيات ذكر الله البينات اختتم قارئ العالم الإسلامي الكبير قمر دولة التلاوة القمر الهوي شيخنا وابن شيخنا سما في سماء القرآن فضيلة القارئ أحمد ابن الشيخ أبو المجد عبادي الحوي إحياء حفل الليلة مع تحيات هندسة إذاعية مؤثرات صوتية سرادق وإنارة فراشة أضواء المدينة بأولاد علي قوة الإيمان والإسلام من السرادق المقام أمام ديوان عائلة آل الرعمي بنجع الطهور وذلك بدعوة كريمة من الحج سلمان حمزة سليمان الرعمي وأولاده وإخوته والعائلة جميعا وذلك لحضور حفل زواج الكريم ابن الكرام. كلكم حبايب الشيخ يا جماعة نزلوا من تحت لو سمحتوا يعني كلكم حبايب الشيخ ادوا نفس ينزل من تحت بس
الكريم ابن الكرام الأستاذ محمود سلمان حمزة الرعمي على كريمة الحج عبد المنعم علي عبد المولى الرعمي، مع تحيات هندسة إذاعية مؤثرات صوتية سرادق وإنارة في فراشة أضواء المدينة بأولاد علي. قام بتصوير الفيديو وحدة مكسر فلاش مهندس محمد شلبي بمدينة جرجة العامرة. قام بتوزيع القهوة والمشروبات بوفيه المعلم جمال البطاح وأولاده بمدينة جرجة العامرة. قام بطهي الطعام الشيف أشرف مكي بمدينة العسيرات العامرة. الهندسة الإذاعية مهندس مصطفى جمال. قوة الإيمان والإسلام من هذا المكان العامر بأهله بمشيئة الله تعالى من أمام ديوان عائلة آل الرعمي بنجع الظهور مركز العسيرات محافظة سوهاج. نترككم جميعا في رعاية الله وأمنه حتى نلتقي على خير، والعاقبة عندكم في المسرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد إسماعيل. شرفت هاي صور هاي صور هاي صور يا راجل. انا عارف ربنا انا عارف يوم اللي احتاج انا عارف ايش تكلمون. تعال 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 بس على الطريقه بس يا اسف الصوره هنا راجع ثاني راجع 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 ثاني عريس مش مهم العريس يا عم علي طب ما نحن نصورونش خلاص استاذ تعال يا محمود ارجع كلها ارجع الصور كلها الصور دول ثالث دي السلام عم على عقبال الحجة كنا حج عليه السلام عليكم السلام عم الحرقان كرمنا يا الحجة أم إبراهيم عقبال الحجة فأولاد خليك الله يحفظك السلام عليكم يا أبو الطريق يا أولاد العويين شوف يا رأي العريس يا ركيا حج سلمت شعلي خالص السلام عليكم 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 السلام ورمي العريس مر علي فين العريس اه العريس تعال محمود يا دي يا دي تعال هنا تعال هنا تعال هنا دقيقه هاي دقيقه رجع يا 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 رج
محمد لف يا محمد على الجماعه. حاضر 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 الكويتيه دي كل ده جايب ضرر. الله يرضى عبد المنعم تبع العمله الصعبه. راجع ثاني راجع ولا جاي من ثاني من عاد طيب بعض عشان الحلقه لف يمين على الجبال كل على اليمين هات من على اليمين جماعه غلاب شفتوا الضرر بتوع الزقيه دول دول بتوع الحرم مش بتوع الكويت غلابه غلابه دول ايوه الله يبارك العاب اسرع عليه خذ الطريق اللي مخالف محمود يا فتاح اقبل لنا خليه ادينا صوره حقني يا حماد بدك العافيه تنور عليك